صباح الخير لكل المشاهدين. نهار الاثنين النهار الجوهري لتبلشوا الحصص الرياضية تبعولكم. أكيد اليوم كتير نحنا لما نحط نهار تنين بدنا نبلش، لازم نبلش. Let's do it. كل شيء محضر لإلكم. إذا بدكم الاكسرسايزز اللي لازم تعملون موجودين هون. Trying to inspire you. كام تي في نحن كمان موجودين هون، مشان هيك هالكومبينيشن هي رح تكون كثير اساسيه. اتس 50-50 لإلكم كرمال تقدروا تبلشوا التمرين. بدي احكي شوي عن الناس اللي معودين يصوموا، اكيد يلي هن بيتمرنوا الصبح بركي بهالفتره محبذ اكثر يصير في تعديل صغير على التمرينات تبعولكم وتنقلون ل بعض الظهر. بركي مش مشكله بس الاكل او تنقلون العشيه، مش مشكلة بس الأكل، هي المشكلة إنه ما يكون في فلويدز كتير بجسمنا لأنه أنتم صايمين. مشان هيك اليوم هذا تعديل بسيط ممكن يخلينا نصوم بطريقة الدلة هي منيحة، ولكن بنفس الوقت نكون كمان عم نتمرن بطريقة كتير منيحة ما تكون عم تتأثر. خليني بلش اليوم اللور بادي في ثلاث صور سريعين بدنا نشوفهم سوا إذا كانوا صاروا حاضرين. بس لفرجي العضلات والبوزيشنينج لما يصير ردي بنحكي عنهم. خليني فرجي اول حركه من هون. فتنس بول اون يور ستومك، شوي شوي لج ريز لفوق 15 مره. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وي جو فور 5 مور. 1 اجر جالسه. 2 3 أربعة. هلا لما أخلص الحركة بركي بنرجع بنستعرض الصور. And five. Switch لهون. One, two, three, four, five. سرعة معتدلة. Six, seven, eight. معدة مشدودة. Nine, ten. One, two, three, four, and five. إذا صاروا حاضرين الصور منشوفهم أنا وياكم، هي بس استعراض للعضلات وأماكن وجودها. لما نحكي lower body muscles عم بحكي عن بالمنطقة السفلى من الجسم وخاصة الإجرين، من الميل الأمامية ومن الميل الخلفية، العضلات الأساسية يلي شايفينه هدول الجروبس الأساسيين. بنتقل للصورة الثانية بالألوان بطريقة أفضل مع الأسامي تبعولهم. بنتقل للصورة الثالثة. quote of the day: the best way to predict the future is to create it. بكل بساطة هذا بينطبق، هذه الكود تنطبق على التمرين تبعنا. يعني if you want to be fit in the future you have to go out or up عن الكاوتش وتبلشوا تتمرنوا هون. بتبلشوا تحددوا الفيوتشر تبعكم. إذا بدلكم قاعدين وعم تتفرجوا علي، الفيوتشر رح يكون بيشبه القعدة تبعيتكم على الكاوتش، ولكن إذا بدنا ناخذ فرق بدنا نبلش نشتغل على حالنا. من هون لكان بشد المعدة منيح، إيدي لهالميلة. And I count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Switch. بغير إجر كمان لتحت. باخذ البوزيشن تبعي. Up لهون straight 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 10. شوي شوي خليني اعمل شويه ستيب اب. ستيب اب يلي بدي اعملها اليوم رح اكون حامل فيها ويت من هون. عاده بعملها بوزن جسمي، هلا ام هافينج اديشنال ويت من هون اب لفوق. ذاتس 1 بنزل لتحت. 2 كمان. 3 اجر كلها على البنش. 4 ظهر جالس. 5 كمان. 6 بعمل لاندنج على مهلي. 7 مور اند مور. 8 مور اند مور. 9 مور اند مور. 10 اند جو داون. بحكي هون عن فيزيكال كابابيلتي. اذا ما فيكم تعملوا ستيب عالي على البنش يو كان يوز انذر ستيب أوطى شوي. مش ضروري يكون عندكم بنش أو ستيب، فيكم تعملوها على حافة أو على درجة موجودة قدام بيتكم. بي كرييتيف. سكويز يور أبس دائما. 1 بنزل على مهلي. 2 مور. 3 4 5
6 7 8 2 more 9 and 10 بدي اكيد بالانس engage your abs engage your core بنتقل لهون مرة يمين مرة شمال full foot on the step and we go down and up switch and up كمان 3 more that's 4 5 6 7 8 9 10 I go for 10 more that's 1 على مهلي 2 3 4 20 مره بنكون عملنا 5 6 7 more and more 8 that's 9 and that's 10 great it feels so good حسوا بعضلات اجريكم عم يشتغلوا من هون هلا سكوات ما بتذكر شي مره عملت lower body workout ما حطيت سكوات and lunges مهمين كتير down and up touch 1 no added weight 2 3 معدي مشدودة دايما 4 5 6 7 8 9 10 نحن مشاهدينا اللي حنختم لأنه نختم سوا وبشوفكم الأربعة at the same time get fit stay fit